غسيل الدباب قبل الرحلة إن شاء الله، لأني كنت في الطائف قبل يومين فكان في أمطار وتوسخ الدباب، فلازم هو راح يتوسخ طبعا في الطريق ومراحل راح أمر فيها، ولكن البداية نظيف إن شاء الله. مساء الخير، أنا في العبار الآن إن شاء الله متوجه في بداية رحلتي الأفريقية إلى القاهرة، ومنها إلى السودان، إثيوبيا، كينيا، إلى جنوب أفريقيا. الأجواء حلوة وجميلة وآخر حلاوة.